مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 5 Lesson 6 اليونت الخامس الدرس السادس Great Inventions اختراعات عظيمة. قبل ما أبدأ بقراءة القطعة، هذه القطعة قطعة مطلوبة من الامتحان التحريري، مهمة جدا، يجب حفظ الأسئلة المتعلقة بالقطعة، المعلومات اللي راح تذكر بالقطعة، الاختراعات اللي راح تذكر بالقطعة. حاولوا سجلوا يعني المعلومات اللي راح نطلعها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري، تجيك بالسؤال المخصص لقطع الكتاب. بالبداية شو يقول لي؟ يقول لي Do you think the page below comes from the dictionary, no story book, no reference book؟ يقول لك هل تعتقد أن المقال اللي راح تقرأه بعد دقيقة جاينا من القاموس, no story book, القصص, no reference book, المراجع؟ راح نجي نقرأ القطعة ونطرح مفردات ونعرف الجواب هذا السؤال. وراها يقول لك حاول ورا ما تكمل القطعة تجاوبني على هذه الأسئلة. Who invented the television؟ من الذي اخترع التلفزيون؟ When did he invented؟ متى تم اختراعه؟ What was his nationality؟ ماذا كانت جنسية مخترع التلفزيون؟ Is he alive or dead؟ هل هو عايش أو ميت؟ راح نقرأ القطعة نوضح مفرداتها ونجاوب على هاي الأسئلة. هاي الأسئلة يسألها الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي، كذلك تجيك بالامتحان التحرير بالسؤال المخصص لقطع الكتاب. بيقول لي now ask and answer about the radio، حاول تسأل وتجاوب على هاي الأسئلة اللي شرحت لك إياها قبل دقيقة. جون بيرد، احفظوا يا هذا الاسم جدا مهم. جون بيرد هو مخترع التلفزيون اللي هم أنا منطيني من 1888 إلى 1946، هي هاي الفترة اللي قضاها عايش أو الفترة اللي كان فيها عايش، يعني ولد في عام 1888 وتوفى عام 1946. شو يقول لي؟ يقول لي in London، في لندن in 1926، في عام 1926 بيرد. انتبهوا يا عيال، من الممكن انه انا اقرا جون بيرد او من الممكن اقرا فقط اسم والده اللي هو بيرد، فهو بيرد هو نفسه جون بيرد. بيرد a Scottish inventor، هذه اول معلومه مهمه. سكوتش معناها اسكتلندي، انفنتر مخترع، هو مخترع اسكتلندي. was the first person to show pictures on the television، هو كان اول شخص يظهر الصور على التلفزيون or television screen او على شاشه التلفزيون. اذا اول من اخترع التلفزيون هو واحد اسمه جون بيرد، احفظ اسمه جون بيرد. he was from scotland، كان من اسكتلندا، أو تقدرون تقولون he is Scottish، هو اسكتلندي. The pictures were not very good، الصور لم تكن جيدة جدا، and they did not move، ولم تكن تتحرك. يعني بالبداية هو ما اخترع قبل التلفزيون وخلى الصور تتحرك على شكل مثل ما نشوف هسه مقاطع الفيديو، كان مجرد يعرض الصور على التلفاز، صور ثابتة وليست متحركة، وجودتها مو كلش قوية. In 1927، في عام 1927 يعني ورا سنة، he was able to send moving pictures from London to Scotland using telephone wires. هسه شوية صارت طويلة المعلومة. أولاً بالبداية الصور ما كانت تتحرك، لكن في عام 1927 كان قادراً على أن يرسل صور متحركة من لندن إلى اسكتلندا باستخدام، ركزوا وياي، تلفون وايرز، وايرات الهاتف او الاسلاك الخاصه بالهاتف. يعني بعد مرور سنه من اختراعه قدر يخلي هذا التلفزيون يعرض صور متحركه، وقام يرسل صور متحركه، يعني يقصد بها فيديوهات، يرسل صور متحركه من انجلترا الى اسكتلندا. The following year، انتبه لهذه الجمله بعد شوي راح تفيدنا، وهاي العباره بعد شوي راح تفيدنا. The following year، السنة اللي بعدها، السنة اللي تلتها، the following year معناها السنة القادمة أو السنة اللي تلتها، he sent pictures to America using radio waves. بالبداية هو قام يرسل صور متحركة باستخدام أسلاك الهاتف، وراها طور الموضوع، قام يرسل صور متحركة إلى أمريكا باستخدام موجات الراديو، يعني لاسلكية. Bell continued working and finally he helped develop color television. وظل هذا العمل او ظل هذا جون بيرد يعمل على هذا الاختراع حتى استطاع في احدى السنوات ان يساعد على تطوير هذا التلفزيون لكي يظهر colored television،
يظهر التلفزيون الملون، التلفزيون اللي حاليا احنا معاصرين، وراها جوجليمو ماركوني، هذا الشخص الاخر او المخترع الاخر اسمه جوجليمو ماركوني، من 1874 الى 1937، هذا تاريخ ولادته. After the invention of the telephone by Alexander Bell، بعد ان تم اختراع الهاتف من قبل من هو؟ Alexander Bell. Alexander Bell من شو وقت كان عايش؟ من عام 1847 الى 1922. Inventors worked on radio waves instead of electric signal to carry sound. شوف ان انا شو يقول لي؟ يقول لي المخترعون عملوا على الموجات الراديوية بدلا من الإشارات الكهربائية to carry sound لكي تحمل الصوت. يعني بعد الثورة الصناعية بدأت العالم أو بدأوا المخترعين بدأوا العلماء يعملون أو يشتغلون على جعل اختراعاتهم أكثر فائدة. شلون؟ عن طريق أنه ركزوا عليما على الراديو ويفز، على الموجات الراديوية بدلا من الإشارات الكهربائية اللي تحمل الساوند أو الصوت. ماركوني an Italian was the first to do this. هذا ماركوني هو شخص إيطاليان إيطالي كان أول من يفعل هذا. In 1896 في عام 1896 he sent radio message over distance. قام بإرسال رسالة راديوية، رسالة لاسلكية عبر مسافة of more than 1.5 kilometers. هذه الرسالة قدر أن يجتاز بها حاجز كيلومتر ونص، يعني قدر يرسل رسالة منا إلى بعد كيلومتر ونص باستخدام الموجات الراديوية. The following year، بالسنة اللي بعدها، السنة اللي تلتها، he sent message from land to ship. أرسل رسالة من اليابسة إلى سفينة at sea، في البحر. سفينة كانت بالبحر، قدر يرسل لها رسالة راديوية. A distance of 20 kilometers، على بعد مسافة 29 كيلومتر. Finally، وأخيرا في عام 1902 he sent radio message from America to England. وفي عام 1902 قدر يرسل رسالة من أمريكا إلى إنجلترا، وهي مسافة طويلة جدا. إذا تعرفنا على الشخصيات، تعرفنا على المخترعين، الآن ننتقل إلى الأسئلة المتعلقة بهذه القطعة، وهاي الأسئلة جدا 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 مهمة بالامتحان التحريري. حاولوا تحفظوها لأنها ممكن تجيك في الامتحان التحريري، وكذلك من الممكن الأستاذ يسألها بداخل الصف كتحضير يومي. في البداية يقول لي Who invented the television؟ من الذي اخترع الهاتف؟ من اللي اخترع الهاتف؟ شخص سميناه جون بيرد، هو الشخص الذي تم أو الذي اخترع الهاتف. Who invented the television؟ من الذي اخترع التلفزيون؟ جون بيرد، شخص اسمه جون بيرد. What was his nationality؟ ماذا أو ما هي جنسيته؟ قلنا إن جنسيته سكوتلندي، فش أقول؟ أقول سكوتش. سكوتش معناها سكوتلندي. وراها When did he invent it؟ متى اخترع هذا التلفزيون؟ قلنا إنه اخترع التلفزيون في عام 1926، أقدر أقول 1926. قرأناها أو تعلمنا الدروس السابقة شلون نقرأ السنوات بطريقة أخرى. السؤال الأخير Is he alive or dead؟ هل هو عايش أم ميت؟ قلنا أنه هو توفى منذ زمن بعيد، فأقول dead، ميت. طلاب هسه واحد من الطلاب يسأل يقول أستاذ شو إحنا أخذنا قطعة عن اختراع التلفزيون واختراع الهاتف، لكن كل الأسئلة متعلقة عن اختراع التلفزيون عن جون بيرد. من الممكن الأستاذ يشيل لك تلفزيون يخلي لك راديو أو راديو. من اللي اخترع الهاتف الراديو؟ تقول له ماركوني. ما هي جنسيته؟ تقول له إيطاليا إيطالي. شو وقت اخترعه؟ تقول له السنة. هل هو عايش أم ميت؟ تقول له ميت، وهكذا. فمن الممكن كذلك الأسئلة نفسية تنتبه الأسئلة، هو منطق فقط الأسئلة عن اختراع التلفزيون. من الممكن الأستاذ بداخل الصف أو بالامتحان التحريري يوخر لك من الأسئلة أو نفس الأسئلة يجيب لك إياهن، لكن مو عن مخترع التلفزيون، هو إنما عن مخترع الراديو. وراها أسئلة صح وخطأ، هذا كذلك همينة مهمة التمرينين المهمات. Are the sentences true or false؟ هل هي صحيحة أم خطأ؟ تكتب T أو F. T صحيحة و F خطأ. الأولى هو حال إياها، يقول لي جون بيرد died in 1888. جون بيرد ميت في عام 1888، صحيح هذا كلام؟
ذكرنا أنه توفى في عام 1946. Bird sends moving pictures to America in 1928. شوف هنا شو يقول لي. يقول لي Bird أرسل صور متحركة to America إلى أمريكا في عام 1928. صحيح هذا كلام؟ ذكرنا بالقطعة أنه هو فعلا أرسل صور متحركة إلى أمريكا في عام 1928. فلو قلنا True صح. ماركوني invented the telephone. ماركوني هو من اخترع التليفون أو الهاتف. صح لو خطأ؟ الإجابة خطأ. لعد من اخترع أستاذ؟ قلنا ماركوني هو مخترع الراديو. لعد من اللي اخترع التليفون؟ ألكسندر بيل. بعد اللي بعدها ماركوني used radio waves to carry sound. ماركوني استخدم الموجات الراديوية لكي تحمل الساوند الصوت. صح لو خطأ؟ ذكرنا أنه ماركوني هو مخترع الراديو. فكرة الراديو شنو؟ فكرة الراديو أنك تسمع أخبار، تسمع النشرة الجوية إلى آخره عن طريق جهاز الراديو. هذا جهاز الراديو على شنو يعمل؟ على الموجات الراديوية. فبالتالي الموجات الراديوية إيش حاملت لك؟ حاملت لك الصوت. إذا أقول له True صح. اللي بعدها في عام 1902 ماركوني sent radio message to America. في عام 1902 ماركوني أرسل رسالة راديوية، رسالة لاسلكية إلى أمريكا. صح هذا الكلام؟ ذكرنا بالقطعة أنه هو ما أرسل إلى أمريكا، وإنما أرسلها من أمريكا إلى إنجلترا. فأقول له False، الإجابة خاطئة. هذا كل ما يخص تمرير رقم 1 وتمرير رقم 2. سجلوا عليها ضمن الأسئلة للحفظ، مهمة جدا بالامتحان التحريري. من الممكن يجيب ليها على شكل أسئلة صريحة، من الممكن يجيب ليها على شكل صح وخطأ. فحاولوا تحفظون هذه الأسئلة لأنها مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري. وراها راح ننتقل لموضوع جدا مهم اللي هو موضوع المبني للمجهول مع الماضي البسيط. شرحنا بالدروس السابقة المبني للمجهول مع المضارع البسيط، وتقريبا أغلبكم حاليا المفروض حافظ خطوات تحويل الجملة من المبني المعلوم إلى المبني المجهول. لأن إذا أنت ما حافظ الخطوات لحد الآن راح يصير عليك هواي، أو راح يصير عليك صعب الموضوع، لأن نفس الخطوات اللي راح نطبقها اليوم هن نفسية اللي أخذناها بالدرس السابق مع موضوع المبني للمجهول مع المضارع البسيط. فإذا ما حافظ الخطوات وقف الفيديو وروح احفظ الخطوات، افهم الموضوع زين على مود ما يصير عندك لبس مع هذا الموضوع اللي راح نشرحه اليوم. فبالبداية المبني المجهول مع الماضي البسيط، احنا ذكرنا انه المبني المجهول هي الجملة التي يكون فاعلها غير معلوم او غير مهم الذكر. ووضحنا وضربنا امثلة، مثلا قلت لك علي broke the window، علي كسر النافذة. من هو اللي كسر النافذة؟ علي. هذا الجملة المبني المعلوم ليش؟ لان علي اللي هو الفاعل معروف، فاعل الجملة معلوم. المبني المجهول هي الجملة التي يكون فاعلها غير معلوم أو غير مهم الذكر. شنو يعني غير معلوم؟ أقول لك مثال: The window was broken. كسرت النافذة. من هو اللي كسر النافذة؟ ما أعرفه. هنا نمطيني أمثلة. هو شو يقول لي؟ يقول لي past active، المبني للمعلوم بالماضي. ماركوني invented the radio. ماركوني اخترع الراديو. هذا الجملة مبني للمعلوم أو مبني للمجهول؟ مبني للمعلوم. ليش؟ لأنه أنا أعرف من هو اللي اخترع الهاتف. من اللي اخترع الهاتف؟ ماركوني. إذن ماركوني هو الفاعل. بما أنه الفاعل معلوم فالجملة مبني للمعلوم. بيرد showed pictures on television. بيرد أظهر الصور على التلفاز. من هو اللي أظهر الصور على التلفاز؟ بيرد. إذن بيرد هو الفاعل. بما أن الجملة فاعلها معلوم إذن الجملة مبني للمعلوم. بينما بالمبني للمجهول شوف شو يقول لي. يقول لي the radio was invented. الراديو اخترع. شوف هنا أنا انتبه لي لحد هنا أنا خلينا نتوقف لحد هنا أنا. تم اختراع الراديو أو اخترع الراديو. من اللي اخترعه؟ ما أعرف. إذن هي الجملة التي يكون فاعلها غير معلوم. وش قلت لك وراها إذا تذكرون؟ دائما أكررها. قلت لك أو غير مهم الذكر. شوف وين خالي الفاعل؟ باي ماركوني. شنو يعني؟ الراديو تم اختراعه من قبل ماركوني. من هو اللي اخترع الهاتف؟ ماركوني. استاذ اوقف ان انا شو هاي الجمله مبني للمجهول وفاعلها معلوم، يعني معروف قدامي. صحيح فاعلها معروف لكن غير مهم الذكر. شامر لي اياه بالاخير قبل شويه بالجمله مبني للمعلوم. الفاعل دائما وين يكون؟ في بدايه الجمله. هنا بالمبني للمجهول شامر لي اياه وين؟ بالاخير. ليش؟ لان الفاعل غير مهم الذكر. إذا المبني للمجهول هي الجملة التي يكون فاعلها غير معلوم مثل اللي أخذناها بالدروس السابقة،
أو غير مهم الذكر. شنو يعني غير مهم الذكر؟ يشمر لي إياه بالأخير. وكذلك مع البقية. Pictures were shown on television. الصور ظهرت أو تظهر على التلفاز. من اللي أظهر الصور؟ ما أعرف. إذا لحد أنا ما أعرف. لكن كاتب باي شنو؟ باي بير. الصور أظهرت بالتلفاز من قبل بير. الفاعل إيش صار؟ صار غير مهم الذكر. خال لي إياه بالأخير. إذا عرفنا أن المبني المجهول هي الجملة التي يكون فاعلها غير معلوم أو غير مهم الذكر. الآن نجي عليها من على خطوات نفس الطريقة ونفس اللي أخذناه بالدرس السابق، على خطوات تحويل الجملة من مبني للمعلوم إلى مبني المجهول، لكن هالمرة مع من؟ مع زمن الماضي البسيط. أسألكم سؤال طلاب، إحنا أخذنا أكثر من 3-4 مرات في الأول والثاني المتوسط، شنو هو الماضي البسيط؟ شنو قاعدة الماضي البسيط؟ ردوا لي إياها. شو تقول؟ تقول فاعل، احفظوا وياي إذا ما حافظ لحد الآن، زائدا فعل ماضي أوقف. شنو يعني فعل ماضي؟ يعني أما يحمل إيدي أو يكون فعل شاد، أخذناها أكثر من مرة، زائدا مفعول به زائدا تكملة. طلاب هذه القاعدة سميناها؟ سميناها قاعدة المبني للمعلوم. ليش استأثرت عنها مبني للمعلوم؟ لأن فاعلها معلوم معروف. زين، إذا أريد أحول المبني للمعلوم إلى المبني المجهول بالدرس السابق إيش قلنا؟ قلنا عندنا خطوات. شنو الخطوات؟ أول خطوة إنه نحذف الفاعل، هذا الفاعل نحذفه ونضع المفعول به في بداية الجملة. إذا إيش راح تصير قاعدة المبني المجهول؟ مفعول به في بداية الجملة زائدا بالمضارع البسيط. تذكرون إيش قلنا بالمبني المجهول؟ يجي وراء المفعول به أما إز أو أ. هنا بالماضي إيش راح تصير؟ أما was أو were زائدة بالمضارع البسيط المبني المجهول. إيش قلنا؟ قلنا يجي وراها تصريف ثالث. هنا هم كذلك يجي وراها تصريف ثالث زائدا التكملة. طلاب ركزوا وياي، الفرق شنو؟ الفرق فقط الواز والوير. قبل كانت مفعول به إز وآر وتصريف ثالث، هسه صارت مفعول به واز وآر وتصريف ثالث. هذا الفرق بين المبني المجهول مع المضارع البسيط اللي أخذناها بالدروس السابقة، والمبني المجهول مع الماضي البسيط. إذن تعرفنا على الماضي البسيط المبني المعلوم، وهسه تعرفنا عليه من؟ على الماضي البسيط اللي هو قاعدة المبني للمجهول. ليش أنا قلت عنها مبني المجهول؟ لأن الفاعل مذكور بالجملة. زين، هسه الآن شلون تجيني بالامتحان وشلون اقدر اجاوب عنها؟ طلاب بس احنا كتبناها على شكل قاعده، خلينا نكتب الخطوات خاف ناسيهن اللي اخذناها بالدرس السابق. اولا نحذف الفاعل، ثانيا نضع المفعول به بدايه الجمله، ثالثا نضع شنو؟ اما واز او وير حسب المفعول به. اذا المفعول به مفرد واز، مفعول به جمع وير. رابعا نطبق القاعدة، وطبعا لازم ترجعون الفعل لها تصريف ثالث. شنو القاعدة اللي نطبقها؟ هاي القاعدة. يعني على سبيل المثال ايش قال لي؟ قال لي ماركوني invented the radio، جاب لي بالامتحان هاي الجملة. قال لي ماركوني invented the radio. طلاب تتذكرون شنو منطوق السؤال؟ يقول لي بين قوسين شنو؟ باسيف. شنو يعني باسيف؟ مبني المجهول. لما يقول لك بين قوسين باسيف معناه هذا يقول لك هاي الجمله اللي انا منطيك اياها جمله مبني للمعلوم، اريدك تحول لي اياها الى مبني المجهول. حافظين الخطوات؟ نعم استاذ حافظيها. يلا ردوا لي اياها. شو تقول؟ تقول نحذف الفاعل. خلينا نفسرها اول شيء. ماركوني انفنتد الراديو، ماركوني اخترع الراديو. ماركوني هو الفاعل، invented هو الفعل، دراجيو هو المفعول به. الخطوات شو تقول؟ تقول نحذف الفاعل ونضع المفعول به في بداية الجملة the radio، زائدا نخلي لها أما was or where. أما was or where هذا المفعول به was or where، الراديو مفرد شو أقول عنه؟ was، زائد تصريف ثالث للفعل، invented هو ماضي وهو تصريف ثالث، بقول invented انتهت الجملة. أقدر أقول هيك الراديو اخترع أو اخترع الراديو، تم اختراع الراديو،
من اللي اخترع الراديو؟ ما أعرف، ما مذكور بالجملة، هي الجملة التي يكون فاعلها غير معلوم. أو أقدر أضيف بالأخير باي ماركوني، ما يحتاج تحذف الفاعل، من الممكن أن تذكره بالنهاية، غير مهم الذكر. فتم اختراع الراديو من قبل ماركوني. هاي الخطوة زايدة تريد تخليها أو ما تخليها بالامتحان، مو فشي مهم. إذن عرفنا شلون نحول الجملة من المبني المعلوم إلى المبني للمجهول. زين شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنه؟ ركزوا وياي، هاي الصيغة للحفظ. شو يقول لي؟ يقول لي Bird sent pictures to America using radio waves. إيش قال لي؟ أحفظ وياي. قال لي passive. شنو يعني passive؟ يعني مبني المجهول. Bird هي الفاعل، send هو الفعل، pictures هي المفعول به، وهذه تكمله. خطوات الحل: نحذف الفاعل، شنو الفاعل؟ Bird. نضع المفعول به في بداية الجملة، pictures. زائدا was the where، استاذ خلي لها where، ليش؟ لان جمع، هذه الوير. زائدا تصريف ثالث للفعل، الفعل سنت، شنو التصريف الثالث اخذناه قبل بالدرس السابق؟ نسيت اسام. زائدا التكمله، شنو التكمله؟ to America using radio waves. صارت الجمله بالبدايه ايش قال لي؟ قال لي bird sent pictures to America. بيرد أرسل الصور إلى أمريكا. من اللي أرسل الصور إلى أمريكا؟ بيرد. إذن هذه الجملة مبني للمعلوم، حولتها إلى مبني للمجهول. Pictures were sent to America. الصور أرسلت إلى أمريكا. من اللي أرسل الصور إلى أمريكا؟ ما أعرف، هي الجملة التي يكون فاعلها غير معلوم. بعد المثال اللي بعده، ماركوني invented the radio. ماركوني اخترع الراديو. إيش قال لي؟ قال لي إذاك تحول إياها فاسد. نفس الطريقة، ماركوني فاعل، هذا فعل، ذا راديو مفعول به، نحذف الفاعل، نضع المفعول به في بداية الجملة، ذا راديو. زائدا الراديو ياخذ was the where، was زائد تصريف ثالث للفعل invented، تم اختراع الراديو. تريدون تقولون باي ماركوني او بدون ماركوني هم ما اكو مشكلة. المثال اللي بعده بيرد showed pictures on TV، نفس الطريقة، بيرد هي الفاعل، showed هي الفعل، pictures هي المفعول به. نجي الخطوات، خطوات نحذف الفاعل، نضع المفعول به في بداية الجملة. Pictures شبيه was the where، تأخذ where، زاد تصريف ثالث، التصريف الثالث ما showed، شنو shown، زاد للتكملة. والأخير نقطة bird showed pictures on TV. bird أظهرت صور على التلفاز. من اللي أظهر الصور على التلفاز؟ bird اللي هو جون bird. زين هذه جملة من المعلوم، حول لها من المجهول. Pictures were shown، الصور أظهرت على التلفاز. من اللي أظهر الصور على التلفاز؟ ما نعرف، أصبحت الجملة مبني المجهول لأن فاعلها مجهول أو غير معروف. هذا كل ما يخص موضوع المبني المجهول مع الماضي البسيط. نفس الخطوات اللي شرحناها مع المبني المجهول مع المضارع البسيط عدناها، الاختلاف فقط أن المضارع البسيط كان is وار بعد المفعول به، أصبح المبني المجهول مع الماضي البسيط was were بعد المفعول به. هذا ما يخص الفقرة الأولى من هذا الدرس. ننتقل الآن للفقرة الثانية اللي هي طريقة تحويل الجملة من المبني المجهول إلى المبني المعلوم. خليكم ويانا الآن مع الفقرة الثانية. الفقرة الثانية متعلقة بمن؟ التحويل من المبني المجهول إلى المبني المعلوم. أدري جزء شوية صار عندكم لبس بالموضوع أو شوية صار الموضوع مطول. قبل شوية كنا ناخذ تحويل من المعلوم إلى المجهول، هسه ايش راح ناخذ؟ تحويل من المجهول إلى المعلوم، يعني بالعكس. خطواتها راح تكون كذلك بالعكس. أذكركم أو أراجعكم شوية اللي أخذناه قبل شوية، إيش قلنا؟ إن لما نحول من المعلوم إلى المجهول نحذف الفاعل ونقدم المفعول به. هسه ايش راح نسوي؟ راح نقلب الآية. احنا مو حذفنا الفاعل، نرجع الفاعل ونرجع المفعول به لمكانه. إذا خلينا نوضح شغلة، إنه قاعدة المبني للمجهول قبل شوية اللي قلناها شو تقول؟ تقول مفعول به زائدا أما was أو where زائد تصريف ثالث للفعل والتكملة. راح نحول هاي مبني المجهول، خلنا نكمل نسجل فوقها مبني للمجهول. ليش؟ لأن ما بيها فاعل مفعول به البداية. راح نحولها إلى شنو؟ مبني للمعلوم. شو تقول قاعدة المبني المعلوم؟ فاعل زائدا فعل ماضي زائدا مفعول به زائدا تكملة. هذا الفرق. قبل شوية كنا نحذف الفاعل ونقدم المفعول به، حذفنا الفاعل وقدمنا المفعول به صار بالبداية. هسه راح نعكس الآية، نرجع الفاعل. زين أستاذ،
الفاعل محذوف منين اجيبه؟ غالبا الفاعل بالامتحان ينطيك اياه بالجمله. اولا نجد الفاعل بعد كلمه باي، دائما القى الفاعل ورا كلمه باي. زين استاذ، واذا حالف لي نهائيا من الجمله لازم تجيب فاعل مناسب للجمله، مثل ما راح نجي نوضح ان شاء الله بالتمارين. بس اغلب الاساتذه شو يجيب لك؟ يجيب لك الفاعل بعد كلمه باي وراها. ثانيا نحذف كلمه باي ونطبق نفس القاعده مال المبني للمعلوم، لان احنا نحول من مبني المجهول الى المبني للمعلوم. ما بتعرف استاذ شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال ايش قال لي؟ قال لي pictures were shown on TV. بس شوف انتبهوا يا طلاب، خلينا نجي نطبق على القاعده، على اساس القاعده شو تقول؟ pictures were shown on TV. ايش قال لي هالمره؟ قال لي اكتب. شنو يعني اكتب؟ يعني قال لي سوي لي اياها مبني للمعلوم. شنو قصده؟ قصده انه هذه الجمله مبني للمجهول واريدك تحول لي اياها الى مبني للمعلوم. قبل شوي كان يقول لك، كان يقول لك passive. شنو يعني معنى كلمة باسف؟ معناها الجملة اللي منطيك إياها معلوم وحول لي إياها مجهول. هسه بالعكس، مبني المجهول حول لي إياها مبني المعلوم. شنو الخطوات؟ شوفوا خلينا نجي نتأكد كلامنا صحيح. هذا مبني المجهول مفعول به وتصريف ثالث، مفعول به وتصريف ثالث. إذا هذه مبني المجهول، إيش راح أحولها؟ مبني المعلوم. جيب فاعل، منين أجيب الفاعل؟ تلقاه بعد كلمة باي. فبارد هو الفاعل. بارد نحذف كلمة باي، جبنا الفاعل حذفنا كلمة باي، نرجع الفعل ماضي. شلون تصريف ثالث؟ شنو الماضي مالته؟ شود. زائدا شنو بعد وياي؟ مفعول به. وين المفعول به هذا؟ شلون عرفت استاذ هذا؟ شوف القاعدة شو تقول؟ تقول مفعول به وير تصريف ثالث، مفعول به وير تصريف ثالث. إذا هو هذا مفعول به. إذا شو أقول؟ pictures زائدا شنو؟ زائدا التكمله. ايش بقت عندي؟ شلون نزلتها وين حذفت بعد باعتبار ما قبل قاعده و بيكتشر نزلتها وبقت بس اون تي في. انزل اون تي في، صارت الجمله. نجي هنا من البدايه. بيكتشرز وير شون اون تي في باي بيرد، الصور اظهرت على التلفاز من قبل بيرد. بيرد اظهر الصور على التلفاز. اصبحت جمله مبني للمعلوم، حولتها من مبني للمجهول الى مبني للمعلوم. المثال الثاني بنفس الطريقه، هذا مفعول به was وتصريف ثالث وباي، وهذا شنو يعتبر؟ يعتبر فاعل. انزل الفاعل، شنو الفاعل؟ ماركوني. زائدا ركزوا وياي، ارجع على القاعده، فاعل زائد شنو؟ فعل ماضي زائد مفعول به. الفعل الماضي شنو؟ invented. هذا ال invented هو نسيته ماضي وهو نسيته تصريف ثالث. زائدا مفعول به شنو؟ the radio. زاد التكملة، اكو بعد تكملة؟ لا، اقفل الجملة. The radio was invented by Marconi. الراديو اخترع من قبل ماركوني. ماركوني invented the radio. ماركوني هو من اخترع الراديو. ونفس الطريقة بالمثال الثالث. Pictures هذه مفعول به. Sent هذا تصريف ثالث. To America هاي تكملة. Buy وهذا شو يعتبر؟ فاعل. انزل الفاعل، شنو الفاعل؟ Bear. زائدا فعل ماضي، شنو الفعل الماضي؟ سنت، هو يبقى سنت في الماضي بالتصريف الثالث. زائدا ركزوا وياي، مفعول به شنو مفعول به؟ بيكتشرز. خلينا نتاكد، خاف احنا غلطانين بشغله. فاعل فعل ماضي مفعول به تكمله. فاعل فعل ماضي مفعول به تكمله شنو؟ تو امريكا. زائدا التكمله، ايش قال لي؟ قال لي الصور ارسلت الى امريكا من قبل بير. بير ارسل الصور الى امريكا، حولتها من المبني المجهول الى المبني المعلوم. لان الملاحظات حاولوا تكتبوهم بالدفتر وتحفظوهم، لان مهمات جدا بالامتحان التحريري. اما يعطيك جمله مبني للمعلوم تحولها لمبني المجهول، او جمله مبني للمجهول تحولها لمبني المعلوم، مثل ما بالملاحظات اللي شرحناها. طبعا راح ناخذ تمرين يدمج الموضوعين بموضوع واحد، راح يصير واضح اكثر ان شاء الله اذا ما مفتهم لحد الان موضوع المبني المجهول ومبني المعلوم. تمرين رقم واحد يقول لي find the words in the text in your student's book. شوف انا شو يقول لي؟ يقول لي انا منطيك كلمات بالمقطع النص اللي قريناه بدايه الدرس، اللي هو مقطع الاختراعات او القطعه الخاصه بالاختراعات. اكو كلمات فيها تشبه هاي الكلمات، يعني عكس كلمه last. last معناها اخير. شنو الكلمه اللي عكسها؟ first. first معناها اول. verb form of the noun invention. يقول لك invention هذا اسم،
أريد الفعل، الفعل مالته. invention اختراع، invent هو الفعل معناه يخترع. بعد large boat قارب كبير، القارب الكبير شو نسميه؟ نسميه سفينة. شنو سفينة؟ ship. the next year السنة الجاية، أريد مرادف لكلمة السنة القادمة أخذناها سميناها بالمقطع النصي the following year معناها السنة التالية نفسية السنة القادمة. how far one place is from another بعد مكان عن مكان آخر. شو نسمي البعد بين مكان إلى مكان آخر؟ نسميها distance. شنو معنى distance؟ مسافة أو مساحة. bird first use the telephone فراغ to send pictures. أول شيء يقول لي bird استخدم فران الهاتف. شنو wires؟ شنو wires؟ أسلاك الهاتف to send pictures لكي يرسل الصور. and then ومن ثم بعدها راديو waves ومن ثم استخدم موجات الراديو لإرسال الصور. هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحرير. ليش استاذ مهم؟ اما يجيك بسؤال الاملاء، سؤال الاملاء يعني ان الكلمات انت تكون حافظ املائها. يعني على سبيل المثال يقول لي the opposite of last عكس كلمه last. انت لازم تعرف انه عكس كلمه last first اولا، ثانيا لازم تعرف انه كلمه first شلون تنكتب املاء. لذلك يجيك بسؤال الاملاء. لذلك انا قلت لك مهم جدا للحفظ احفظ لي اياه املاء ومعنى. إذا جاب سؤال الإسقاطات والله سهل، يعني مثلاً جاب سؤال الإسقاطات يقول لي how far is one place from the other كم بعد المسافة بين مكان لا مكان آخر، ويشيل لي كلمة distance يعطيني إياها بأعلى التمرين. هذه سهلة، فقط تسقط الكلمة في الفراغ المناسب. لكن من الممكن يجيب لي إياها هيك وبدون ما يعطيني الكلمة، فأنت لازم حافظ إملاءها على ما تكتبها بشكل صحيح. إذن هذا التمرين رقم واحد، تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري. ننتقل إلى تمرين رقم ثلاثة، وهذا هم كذلك تمرين مهم جدا جدا جدا، لكن هذا متعلق بيا سؤال، سؤال القواعد. أوقف أستاذ، شنو يعني سؤال القواعد؟ هسه أنا أشرح. يقول لي write the sentences again using active or passive. شوف هنا أنا. يقول لك أنا منطيق جملة active، شنو active؟ يعني مبني المعلوم. وجملة passive، شنو يعني passive؟ مبني المجهول. أما أنا منطيق المعلوم تحول لي إياها مجهول، أو منطيق المجهول تحول لي إياها معلوم، حسب اللي أنا منطيق إياه. أضرب لك مثال، قال لي ماركوني sent radio waves 29 kilometers from land. ماركوني أرسل موجات راديوية أو موجة راديوية على بعد 29 كيلومتر. هذه جملة من المعلوم أو من المجهول؟ هذه معلوم. شلون عرفت معلوم؟ لأن من اللي أرسل الموجات الراديوية؟ ماركوني. إذن ماركوني هو الفاعل. انتبه وياي شو شلون ده أحل. إذا فاعل يعني من المعلوم. زين، أرد أحول من المعلوم إلى المجهول. نراجع، خاف نسيته، خلي نراجع. جملة مبني المعلوم شنو قاعدتها؟ فاعل زائد، انتبه وياي، فعل ماضي زائد مفعول به والتكملة. هاي قاعدة، قاعدة المبني للمعلوم. أرد أحولها المبني للمجهول. شلون أحولها المبني للمجهول؟ أول شيء أخلي مفعول به زائدا was أو where زائدا تصريف ثالث زائدا مفعول به والتكملة. هذا شنو؟ مبني المعلوم. وهذا شنو؟ مبني المجهول. هسا أنا شدي مبني المعلوم، شرد أحولها مبني المجهول. أول شيء أحذف الفاعل إذا تذكرون الخطوات، ونقدم المفعول به في بداية الجملة. قدمت بداية الجملة، هو قدم لي إياه. خليت المفعول به، شخلي was the way راديو ويف موجة راديوية واحدة مفرد، يعني خليها was زائد تصريف ثالث للفعل sent. شنو التصريف الثالث مالته؟ sent زائد التكملة. صارت قال لي ماركوني أرسل الموجة الراديوية، الموجة الراديوية أرسلت من قبل ماركوني. الجملة الثانية، شوف هنا أنا هذا شنو؟ هذه معلوم، وهذا شنو؟ هذه مجهول. من طين المبني للمجهول، قال لي حول لي اياها المبني للمعلوم. شنو الخطوات؟ اخلي الفاعل، هو حاط لي اياه فاعل زاد الفعل الماضي. شنو الفعل الماضي؟ سنت، هو يبقى سنت بالماضي بالتصريف الثالث زائدا مفعول به. شنو المفعول به اللي لقيته في البدايه؟ راديو
تساعدنا التكملة. ماركوني sent a radio message. ماركوني أرسل الرسالة الراديوية أو الرسالة اللاسلكية. الرسالة اللاسلكية أرسلت من قبل ماركوني إلى آخره. إذن هذه حولنا من المبني المعلوم إلى المبني المجهول، ومن المبني المجهول إلى المبني المعلوم حسب القواعد اللي أخذناها من خلال هذا الدرسين. النقطة الثالثة يقول لي bird sent the first sound. هذه مبني المعلوم، فاعل، فعل، مفعول به والتكملة. حولها مبني المجهول، مفعول به منزلة. شو خلينا؟ was the where. شوف the first sound moving pictures، أول صورة. إذن صورة مفرد خلي لها was، زائدا تصريف ثالث الفعل sent. شو التصريف الثالث مالته؟ sent، زائدا التكملة إلى آخره. فصارت أول صورة بصوت في عام 1927، أول صورة بصوت أرسلت في عام 1927. هذا ما يخص النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، الجملة المبني المعلوم يريدنا حلها ومن ضمن المبني المجهول. مبني المجهول the first picture، هذه شنو؟ هذه مفعول به، راح أحولها مبني المعلوم، زائدا هذا تصريف ثالث، زائدا التكملة. مفعول به was were، تصريف ثالث. مفعول به was were، تصريف ثالث. شو يريد أحولها؟ مبني المعلوم. أجيب فاعل، وين الفاعل؟ بير، هو حاط لي إياه، زائدا فعل ماضي. شنو الفعل الماضي؟ showed، زائدا مفعول به. شنو المفعول به اللي موجود بالبداية؟ the first picture إلى آخر الجملة. صارت بيرد أظهر أول صورة على التلفاز في عام 1926، أول صورة على التلفاز ظهرت أو أظهرت وظهرت عام 1927. هذا ما يخص تمرين رقم 3. قلت لك تمرين مهم، من الممكن يجيب لي أحد هذه الجمل؟ مثلا جاب لي هاي الجملة، شو يقول لي بين قوسين؟ هاي الجملة من المعلوم، فيريد نحولها من المجهول، يقول لي passive. زين، أو يجيب لي على سبيل المثال يجيب لي هاي الجملة، جملة من المجهول، يقول لي حول لي إياها أكتب. أكتب يعني مبني للمعلوم. هذا كل ما يخص موضوع المبني المجهول، مبني المعلوم اللي شرحناه بشكل مفصل بالدروس السابقة وهذا الدرس والدرس اللي قبله. شلون أحول مبني المعلوم مبني المجهول مع المضارع، شلون أحولها بالعكس، شلون أحول مبني المعلوم مبني المجهول بالماضي، وكذلك بالعكس إلى آخره. تمرين رقم 4 يقول لي which of the things below do you think was invented first؟ Number the boxes 1 to 4. يقول لي أي الاختراعات اللي منطيني صورها تعتقد أنها اخترعت أول شيء؟ طبعاً أول شيء تم اختراعه هو العلب أو الكانت فود، الطعام المعلب، ومن ثم الواشنج ماشين، جهاز الغسل أو الغسالة، ومن ثم الستيكي نوتس اللي هي الورق مال الملاحظات، وأخير شيء تم اختراعه في الوقت الحالي اللي هو السمارت فون. إذا أقول له رقم 4 رتبتها حسب ما طلب من عندي. وراها شيء يقول لي التمرين رقم 5، يقول لي match the invention to the years from the boxes. هذه الواشنج ماشين، الغسالة، شو وقت اخترعوها؟ قلنا الغسالة هي ثاني اختراعات البشرية من حيث هذا الترتيب. فيا سنة تم اختراعها؟ 2007 هذه جديدة كلش، 1910 لو 1810 لو 1980 ثاني اختراع البشرية. إذن 1980. زين ستيكي نوتس، ورق الملاحظات، قلنا ورق الملاحظات هي ثالث اختراع، فقل له 1901. زين الهاتف الذكي عام 2007، وبالنسبة للكانت فود الطعام المعلب هو أول شيء تم اختراعه اللي هو عام 1810. فأول اختراع، ثاني اختراع، ثالث اختراع، ورابع اختراع. هذا إنه مجرد أنشطة صفية غير مهمة للامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. إيش يقول لي؟ يقول لي now complete the sentences about the invention use the past passive. شوف يقول لي استخدم المبني المجهول مع الماضي. إيش يقول لي؟ the first washing machine. طبعا هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. يجيب لي جملة وبيها فعل ويقول لي correct. شنو correct؟ صحح in passive، صحح لي إياها باستخدام المبني المجهول. the first washing machine، أول آلة، هذا مبني المجهول، يعني شنو؟ يعني مفعول به خليها بالبداية. وراها الآلة was the word، تأخذ was زائد تصريف ثالث للفعل used. وراها the first food cans، أول طعام معلب. الطعام مفرد يعتبر، فشرح أخلينا أخلي له was زائد شنو؟ زائد تصريف ثالث للفعل eat. شنو التصريف الثالث مال eat؟ eaten. أول طعام معلب تم اختراعه في سنة، قلنا الكانت فود في عام 1810. هنا أنا يقول لك كمل كذلك السنوات،
السنوات مو مهم تحفظهن، وإنما المهم أن تصحح الفعل. وراها the first smartphone، أول هاتف ذكي. was زائد تصريف ثالث ماس سيل شنو sold، أول هاتف ذكي تم بيعه. أول هاتف ذكي يا سنة 2007، قلنا أن الهواتف الذكية تم اختراعها في عام 2007. والأخير sticky notes همينة. where ليش استخدمت where؟ لأن النوتس الملاحظات أو أوراق الملاحظات جمع. والانفنت شو صير؟ انفنت التصريف الثالث، أول أوراق ملاحظات تم اختراعها الستيكي نوتس يا سنة 1910. أكتب 1910. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أنه درس صعب جدا، مطول جدا، في كثير من الملاحظات، في كثير من التمارين المهمة، في قطعة مطلوبة بالامتحان التحريري، الأسئلة المتعلقة بالقطعة. هذا الدرس حاول تحفظه، تحفظ معلوماته، لأن على الأقل على الأقل ما يقل درجة الامتحان الشهر الأول عن 10 إلى 15 درجة، لأن في قطعة، في قطع سؤال الإملاء، سؤال إسقاطات، وفي كذلك سؤال قواعد، على الأقل تجي من عند جملتين. حول من المبني المعلوم إلى المبني المجهول، ومن المبني المجهول إلى المبني المعلوم. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. حاولوا تسجلوا هذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها، لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف.